je ne suis pas venu pour se venger de qui que ce soit. انا لا اريد الانتقام من اي شخص. انا كما قلت لكم في المقدمه تهمني الرياضه، يهمني السبور، ويهمني الشباب، شيء اخر لا يعنيني. اذا كان كاين ناس عندهم تجاوزات ولا مثلا خروقات يتم توقيفهم. جو دون ان اكزامبل، مثلا عندي ملف تم حولته خاص بالفيدراليه نتاع الهوندبال، امرت بتوقيف تحفظيا رئيس الفيدراليه لانه معني مباشره.